السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة. وسط أجواء إيمانية، ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بكل يسر وسهولة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات. وفيها أيضا أمراء المناطق يرفعون التهنئة للقيادة ويستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله كلمة لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولله على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، إخواني ضيوف المملكة العربية السعودية، أبنائي وبناتي المواطنين، إخواني وأخواتي المقيمين على أرض بلادنا الغالية، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سيد المولى الكريم يتقبل من حجاج بيته ويجعل حجهم مقبولة وسعيهم مشكورة وذنبهم مغفورة بعد الظروف الاستثنائية الصحية والتي عصفت بالعالم أجمع. نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه، ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في قطاعات كافة في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموه وما يقدمون وجدادا لما شرف الله بلادنا به، خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، لله الحمد والشكر على فضله العظيم. إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، رفعنا عدد الحجاج موسم هذا العام ليكون 1,000,000 حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصا على سلامة الحجاج وعناية بصحتهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وبارك للمسلمين عيدهم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تغريدة عبر حسابه في تويتر: نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته من مختلف دول العالم يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلام على العالم أجمع، وكل عام أنتم بخير. أدى أول وفود الحجاج طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة. وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي وفق تنظيم وترتيب دقيق أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة في انسيابية لحركة الحشود. مشاهدينا الكرام، في تشاهدون فيما يلي بالصوت والصورة ومباشرة من الحرم المكي الشريف تأدية ضيوف الرحمن لطواف الإفاضة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله. بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات. وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة، وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم بحلق رؤوسهم، فالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات. وقد عاش الحجيج في نفرتهم الهدوء والسكينة تحفهم عنايته سبحانه وتعالى، ثم جهود العديد من القطاعات التي التزمت الخطط المرسومة لتحركات الحجيج بين المشاعر المقدسة. مشاهدينا الكرام، تشاهدون كذلك فيما يلي بثا مباشرا لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى حيث يرمون الجمرة الكبرى. وينضم إلينا من جسر الجمرات مباشرة موفدى أخبار السعودية الزميل سهل الغانمي والزميل عبد الله بن شهران لينقل لنا بالصوت والصورة حركة الحجاج. في البداية أهلا وسهلا بك سهل، وأهلا أيضا وسهلا بك عبد الله، ثم أبدأ معك سهل، يعني وأنت تقف الآن
بين هذه الحشود المباركة في جسر الجمرات، صف لنا المشهد لديك سهل، وقل لنا يعني كيف هي الانسيابية وسهالة الوصول إلى جمرة العقبة، وكذلك ومن ثم الخروج من الجمرة. تفضل سهل. مساء الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير. كما تشاهدون بكل يسر وسهولة أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى هنا في وسط منى. كما تشاهدون عبر الشاشة الحركة بكل يسر وسهولة، يتحرك حجاج بيت الله الحرام في جسر الجمرات، هذا الجسر الذي شيد على 5 طوابق ويتسع ل300,000 حاج في الساعة. هذه الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات بكل يسر وسهولة، ولله الحمد أدوا حجاج بيت الله الحرام فريضتهم لهذا اليوم. هنا جانب وجزء من حجاج بيت الله نلتقي بهم، أهلا بك حاج. الحمد لله، نحمده ونستعينه. الحمد لله الحج في هذا العام بسهولة وعافية، نتمنى أن في العام المقبل كذلك الحج. من وين يا حجد؟ إيش؟ أنت من وين؟ من أي بلد؟ من حيدرباد الهند. حياك الله، كيف حدثني مشاعرك كحاج؟ مشاعرك كحاج؟ مشاعر؟ الحمد لله. الحمد لله، نحن مع الفرحة مع السرور. هذه أول حجة؟ لا أنا حجزت. ما شاء الله، حياك الله، كيف الحج معك؟ السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله، سنجا حج ما شاء الله تبارك الله، سنجا قليل حجاج، مو زيادة حجاج، حجاج قليل، حج أحسن. الحمد لله. بس من الهند؟ أيوة أنا من الهند، بلد حيدرباد. ما شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. إذن هذا الحجاج من الهند تحدثوا عن مشاعرهم في هذا اليوم الفضيل، حجاج بيت الله كما تشاهدون تباعا يأتون أفواجا وسط تنظيم الدخول إلى جسر الجمرات. كما تشاهدون اللوحة التي أمامكم، يمنع عودة الحاج بالاتجاه المعاكس، يمنع عكس الحركة، وبالتالي هم في اتجاه واحد. من يرمي الجمرة يتجه إما أن يكون الخروج عبر المسارات المحددة، أو أن الخدمات اللوجستية للنقل قطار المشاعر يعودون إلى مخيماتهم. هذا جزء من الصورة هنا في مشعر منى في جسر الجمرات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعودة إليكم مجددا في الاستوديو. نعم سهل، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. دعني أنتقل إلى الزميل عبد الله بن شهران. وعبد الله، أظنك أنت موجود في مركز أو حول مركز القوة والسيطرة لقوات الطوارئ، أو ربما الصورة خلفك تقول بأنك في جسر الجمرات. صف لنا المشهد لديك عبد الله، كيف تسير الأمور في تنقل الحجاج داخل جسر الجمرات؟ ما هي الخدمات التي تقدم في جسر الجمرات؟ كيف يسير أمرها؟ تفضل عبد الله. نعم، أهلا وسهلا فيك زميلي، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أتواجد في هذه اللحظات بالمقربة من جمرة العقبة الكبرى لننقل لكم الأجواء الروحانية وأجواء حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لجمرة العقبة الكبرى. وقبل أن يعني أن أتكلم في بعض التفاصيل، دعني في البداية أن أخذ بعض من المشاعر الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام. بداية نتعرف عليك ومن وين؟ الحاج علي عبد الزيد كاظم المرشدي من العراق. حياك الله. بداية لما نتكلم عن الشعور الإيماني وأنتم الآن متواجدين في مشعر منى وأديتم ركن من أركان الإسلام، نبغى نتكلم عن الشعور الإيماني اليوم. والله أبارك الأمة الإسلامية وعلى رأسها جلالة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على هذا الاهتمام. الحقيقة الحج فرحة لا توصف، تجمع الدول الإسلامية وأجواء روحانية وإيمانية من خلال صعيد عرفة، ومن خلال رمي جمر العقبة الكبرى، وبعدها ذبح الأضاحي. أيضا نتعرف عليكم من وين؟
من العراق الحاج محمد علي كاظم عماش من العراق. نبارك للسمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن عبد العزيز وسلمان بن عبد العزيز على هذه الشعور الإيمانية. احنا نتواجد في المكان هذا وهذا شعور لا يوصف لا يوصف. الله يسلمك. عليكم السلام. الحاج كريم السلطاني من العراق حي ودوم. نبارك للأمة الإسلامية في أول أيام عيد الأضحى المبارك ولجميع حجاجنا الكرام، وهذه الأجواء الروحانية الأجواء التي لم نشهدها من قبل، حيث التنظيم والترتيب الذي يشهده هذا العام لم نراه في الأعوام السابقة حقيقة. أي فهذا كله بجهود طبعا المملكة، والله يحفظها ويحفظ الملك. وممنون ذكر مقدر لك، والله يتقبل إن شاء الله. شكرا لك. إذن كانت زميلي هذه بعض المشاعر الإيمانية والروحانية لحجاج بيت الله الحرام. أيضا طريقة الدخول إلى جمرة العقبة الكبرى، هناك انسيابية في الدخول للحجاج، وأيضا هناك اتجاه واحد يؤدي إلى جمرة العقبة ولا يسمح للعودة إلى الاتجاه السابق. أيضا الجمرات التي تواجد فيها يوجد بها خمس طوابق لتكون انسيابية الحركة لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا أنظمة التكييف تساعد في خفض درجة الحرارة إلى أقل من 29 درجة مئوية. أيضا الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة في المنطقة التي تواجد فيها هناك انسيابية في الحركة، وأيضا تواجد أمني لتكون انسيابية أسرع وتذليل الصعوبات على حجاج بيت الله الحرام. نعم الزميل سهل الغانمي والزميل عبد الله بن شهران كنتما معنا من جسر الجمرات. شكرا جزيلا لكما على هذه التغطية التي وضعت المشاهد في قلب هذا الحدث العظيم. نرجو من الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته كل التوفيق والتسديد والتمام بإذن الله تعالى. شكرا لكم. تهدف محطة قطار الحرمين السريع إلى المساهمة في تفويج الحجاج بتكثيف الرحلات ورفع الطاقة التشغيلية إلى أقصاها والتأكد من جميع التجهيزات بكوادر سعودية مؤهلة لنقل حجاج بيت الله الحرام. بكفاءة واقتدار وطمعا في رضا الرحمن تستقبل محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبد العزيز حجاج بيت الله الحرام بسواعد وطنية تعمل بأقصى طاقاتها التشغيلية وبالتعاون مع عدة جهات تزامنا مع فترة الحج لتسهيل عملية تفويج الحجاج من جدة إلى مكة في أقصر وقت ممكن بكل يسر وتنظيم. يتم تسيير 58 رحلة يوميا بين جميع المحطات. هناك رحلات مزدوجة بين المدينة ومكة بحيث يكون الساعة المقعدية لهذه الرحلة أكثر من 800 راكب، ويتم تسيير كل ساعة رحلة من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة بواقع 30 رحلة بين محطتين مكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز الدولي يوميا. تنوعت الخدمات التقنية والميدانية في المحطة بين توجيه الحجاج لإصدار تذاكرهم عبر منصات مختصة للبيع، وبين الخدمات الذاتية من خلال أجهزة الشراء داخل المحطة أو الشراء عبر الموقع، لتسهم الخدمات بتسريع عملية الحجز والشراء خلال هذه الفترة وزيادة عدد الركاب، إضافة إلى ازدواجية القطار لزيادة السعة المقعدية. تم تخصيص فريق عمل كامل لتسهيل عمل حجزات الحجاج بحيث يتم استقبال الطلبات مبكرا من الحملات والجروبات الراغبة باستخدام قطار الحرمين السريع للتنقل بين مدينة منورة أو محطة المطار إلى محطة مكة المكرمة وتسهيل طلباتهم وعمل الحجزات اللازمة لهم. محطة قطار الحرمين تفتح أبوابها على مصراعيها لتستقبل ضيوف الرحمن وتقدم لهم كل ما يليق برعايتهم.
يستمر التطوع الصحي في صحة مكة المكرمة بتقديم خدماته الصحية والإرشادية والإسعافية على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وسط تجهيزات طبية متكاملة. نتابع. للإسهام مع الكوادر الصحية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية والخدمات المساندة، تتوزع فرق أبطال التطوع الصحي في الحرم المكي بمواقع مختلفة خدمة لحجاج بيت الله الحرام. بصفة عامة المتطوعون هذا العام في هذا الحج 300 متطوع، 11 فرصة تطوعية داخل الحرم المكي الشريف، 200 متطوع يقومون بتقديم التوعية الصحية والإسعافات الأولية، وهم من نخبة المتمكنين في هذا المجال. شباب وشابات سخروا جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن، مبادرات حملت في طياتها جملة من التفاصيل الدقيقة التي تحقق صحة عالية للحاج. تبدأ رحلة المتطوع سواعد الصحة داخل الحرم المكي الشريف من منطقة كدي مرورا إلى ساحة الحرم وباب الملك عبد العزيز داخل الحرم المكي الشريف، ومن ثم إلى نقطة التجمع وتوزيع الاحتياجات وتقسيم الفرق حسب حاجة المناطق مرورا من صحن الطواف وأيضا الصفا والمروة. بروح عالية وعمل دؤوب تستمر الخدمات الطبية التطوعية بتقديم الإرشادات الصحية والتوعوية اللازمة إضافة إلى تقديم الإسعافات الطارئة. فدوى طبقاني، مكة المكرمة. هيئة وزارة الصحة مستشفى ميدانيا متنقلا في المشاعر المقدسة لرفع الجاهزية عند حدوث أي حالات طارئة وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج. وبيّنت الصحة أن المستشفى الذي يضم طاقما طبيا مكونا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين يقدم خدماته في مشعر عرفات وفي مناطق الاحتياج فيما يستوعب قوى عاملة يصل عددها إلى 100 كادر صحي. أفادت أن المستشفى الميداني المتنقل يستوعب 50 سريرا منها 4 أسرة للعناية المركزة، كما يقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة إلى جانب الخدمات الطارئة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية وغرفة عمليات جراحية متنقلة. من أجل تسهيل العقبات التي تحول بينهم وبين أداء فريضة الحج، قامت وزارة الصحة بتحجيج قافلة من المرضى المنومين من جنسيات مختلفة بمستشفيات مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة. الوزارة حرصت على توفير كل ما قد يحتاجون إليه من فريق طبي متخصص لقياس علاماتهم الحيوية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم. الحجاج المرضى ومرافقوهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم للدعم غير المحدود من قبل القيادة ولمستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم لأداء فريضة الحج. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية بوزارة الصحة الدكتور وائل المطير. دكتور وائل، أهلا وسهلا بك ابتداء، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. ثم دعنا بداية يعني نستغل وجودكم معنا ونسألك ابتداء عن الحالة الصحية للحجاج حتى الآن، كيف هي؟ تفضل دكتور وائل. شكرا. بداية أحب أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى كافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا باليمن والبركات. فيما يخص الحالة الصحية للحجاج ولله الحمد، فهي حسب يعني ما خططنا له من استعدادات ومن تجهيزات، الوضع مطمئن جدا ولله الحمد، ولا يوجد ما يدعو للقلق بين الحجاج. استقبال الحالات العادية ونتعامل معها بشكل احترافي ولله الحمد، وتقدم لها الخدمة اللائقة لهم كحجاج وضيوف لبيت الله الحرام. الصحة مستشفى ميداني متنقل بسعة 50 سرير،
للحالات الطارئة في الحج، هل لك أن تتحدث لنا عن هذا المستشفى وما هي أبرز أدواره؟ طبعا هناك خطة تضعها وزارة الصحة دائما وكل عام للاستعداد لحالات الطوارئ لا سمح الله، لاستيعاب الأعداد التي قد تحدث نتيجة أي حادث طارئ. من ضمن هذه الخطة في هذا العام هو توفير مستشفى ميداني متكامل بواقع 50 سرير، مجهز أيضا بغرفة للأشعة وغرفة للمختبر وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا المستشفى الميداني. المستشفى مؤهل بالكوادر الطبية والصحية اللازمة من استشاريين طوارئ ومن تمريض ومن فنيين يقومون على العمل عليه، وهم مستعدون وجاهزون لاستقبال أي حالة في حال استدعى تفعيل خطة الطوارئ لا سمح الله. نعم، يعني الخبر الذي سبق هذا الاتصال كان يتحدث عن العمل الخيري الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة وهو تحجيج المرضى المنومين في المستشفيات، حدثنا عن هذا العمل ومن هم أبرز المستفيدين منه؟ ضمن توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين استكمال الحجيج لحجهم باختلاف حالاتهم الصحية، مع الإطمئنان على أن يكون على أن لا يؤثر نقلهم لمنطقة المشاعر على وضعهم الصحي. من هذا المنطلق تقوم وزارة الصحة بإعداد جداول وقوائم للمرضى المنومين داخل المستشفيات في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي جدة والطائف قبل يوم التصعيد إلى عرفات، ومعرفة الحالات التي يمكن تصعيدها دون الإخلال بالخدمة الصحية المقدمة لهم إلى مشعر عرفات لاستكمال حجهم. فالكل يعلم أن الحج يوم عرفة هو الأساس. من هذا المنطلق ولله الحمد كان لدينا في هذا العام استقبلنا عدد من الحجاج من المدينة المنورة 11 حاج تم نقلهم من خلال أسطول إسعافي نقلوا به من المدينة المنورة إلى مستشفى جبل الرحمة، وتم تنويمهم داخل المستشفى استعدادا ليوم عرفات، إضافة إلى ما تم تصعيده من مكة المكرمة 101 من الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال عدد 30 حافلة نقل تم نقلهم بها، يرافقهم 170 كادر طبي وصحي وفني، وأيضا هناك كان 17 سيارة إسعاف عالية التجهيز ترافقهم خلال مسيرتهم إلى مشعر عرفات. صعدوا إلى عرفات وأدوا شعيرة الحج ولله الحمد في منتهى السلامة والأمن، ومن ثم عادوا إلى مستشفياتهم. نقوم أيضا بمساعدتهم في عملية استكمال نسك الرجم من خلال التوكيل لأشخاص معينين داخل المستشفيات يقومون بهذه الوظيفة إن لم يكن لدى الحاج من يقوم بهذه الشعيرة. نعم، الدكتور وائل مطير وأنت رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة. طوال 35 عاما من العطاء قدمت المملكة من خلال مشروعها للهدي أكثر من 23 مليون أضحية شملت المحتاجين في الداخل و30 دولة حول العالم. وأوضح القائمون على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أن هذا العمل الكبير يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ضخم يعمل على مدار السنة، خاصة وأن لديه القدرة على إنجاز مليون أضحية في 84 ساعة وإرسالها إلى عشرات الدول. ويعمل في هذا المشروع فرق وأطقم مدربة على درجة عالية من المهنية، حيث تقوم بتجهيز وتغليف وتوزيع الأضاحي على مستحقيها وسط التزام تام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والشرعية والفنية.
وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الإعلام والاتصال المؤسسي للمشروع الأستاذ توفيق الغامدي. أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك ابتداء وكل عام أنتم بخير. ثم أستاذ توفيق يعني هل أطلعتنا والمشاهد الكريم عن أبرز الجهود التي يبذلها المشروع في سبيل تسهيل الهدي عن الحجاج وكذلك في سبيل تسريع الإفادة منه؟ تفضل أستاذ توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم والسادة المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير في أول أيام عيد الأضحى المبارك. بحمد الله مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي كان مستعدا لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام على الوجه الأكمل وعلى الوجه الشرعي، متخذا كافة الاشتراطات الصحية والشرعية لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام. طبعا إلى حد هذا الساعة تقريبا هي الساعة الرابعة، واصلين الأعداد تقريبا أكثر من 100,000 أضحية تم تنفيذها في المشروع، وبدأنا في أيضا في عمليات توزيع اللحوم منذ الصباح على المستحقين من خلال الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة. طيب أستاذ توفيق، يعني وأنتم توزعون هذه اللحوم كيف يحافظ مشروع الإفادة من لحوم الهدي على جودة اللحوم وكذلك سلامة حفظها وكذلك سلامة نقلها؟ طبعا المشروع اتخذ كافة الإجراءات التنفيذية لهذا العمل الكبير. طبعا في المشروع يعمل من الأطباء والبيطريين وطلبة العلم الشرعي للمحافظة على أن تكون هذه الأضاحي سليمة من الناحية الصحية. فثمان مراحل تمر بها نسك حجاج بيت الله الحرام من بلد المنشأ من ناحية الكشف البيطري إلى أن تصل إلى المستحق، ثمان مراحل يعني واحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى ذلك المستحق. وأيضا يتم تخزينها تخزين آمن في ثلاجات ضخمة. أنا الآن في إحدى الثلاجات، طبعا في إحدى الثلاجات على جوانب الثلاجات مع الأعمال الموسمية التي تعمل في هذا المجال، وهي مصنفة أكبر ثلاجة في العالم. طبعا هي مجزأة في عدد من مواقع المشروع لتخزين ما يزيد عن 1,000,000 أضحية. نعم، الأستاذ توفيق الغامدي وأنت رئيس الإعلام والاتصال المؤسسي لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة. أدى المصلون في مكة المكرمة صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية. وأما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الله الجهني، وأوضح في خطبته أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هذا اليوم هو الأضحية، وهي إراقة الدماء من بهيمة الأنعام، وهي من أجل العبادات وأفضل القربات. ودعا إلى تصفية القلوب بين الأخوة في الله والجيران والأقرباء والأرحام والأصدقاء. والأضحية نسك وقربة إلى الله، يتقرب المسلم بسفك دمها فيذكر اسم الله عليها ويكبره ويعظمه، لا من أجل لحمها ودمها، ولكن من أجل الله وتقواه والتوحيد والإخلاص لله. فسفك دم بهيمة الأنعام في وقت الأضحية قربة إلى الله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فبادروا رحمكم الله إلى إحياء سنن المصطفين الأخيار، ولا تكونوا ممن بخل وآثر كنز الدرهم والدينار على طاعة الملك الغفار. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من الأعمال الجليلة يوم العيد تصفية القلوب بين الإخوة في الله والجيران والأقرباء والأرحام والأصدقاء، فاهتمام المسلم بإخوانه وفرحه لفرحهم وحزنه لحزنهم وتألمه دليل صدق الأخوة وقوة الإيمان. وفي المدينة المنورة أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي، وأما المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي، الذي بيّن أن الله عز وجل أكمل هذا الدين للمسلمين فلا يحتاجون زيادة فيه أو نقصان، موصيا بالتمسك بالدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الله هذا الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دين كملت أصوله وقواعده وأخلاقه وبلغت ذروة الكمال، دين أبدي عالمي ثابت، هو المنهج الأقوم للحياة مهما تغيرت الأزمنة وتعدت ذي العصور. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رضي الله للمؤمنين هذا الدين ولا يقبل من الناس غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شريعة الإسلام أحكم ما تساس به الأمم وأصلح ما يقضى به بين الناس، صالح لكل زمان ومكان. رفع أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق ونوابهم وأصحاب المعالي والفضيلة وعدد من المسؤولين التهنئة والتبريكات للقيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك، وأشاد الجميع بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لقاصد الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل، منوهين بما تحقق من جهود مباركة وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة، ما يترجم حجم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعموم المسلمين، سائلين الله عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواما مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة. أدى المصلون في جميع أنحاء المملكة صلاة عيد الأضحى المبارك، إذ في مدينة الرياض أدى المصلون صلاة العيد يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في جامع الإمام تركي بن عبد الله. الألفة والتلاحم في أبهى صورها تظهر جلية بين الأمير والصغير والكبير تحت سقف واحد وبين أروقة جامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط العاصمة الرياض. أدى المسلمون صلاة العيد واستمعوا إلى خطبتيه اللتين حثتا على التمسك بهذه العقيدة السمحة وعلى التآلف بين المسلمين والفرح بالعيد واستشعار شعيرة الذبح والتقرب إلى الله سبحانه بها. فإني أنصح المسلمين بالتواصل بالتقوى الله سبحانه وتعالى وصلة الرحم والزيارات فيما بينهم والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في الذكر المقيد بعد نهاية الفراغ من الصلوات. ملامح الفرح والسعادة ارتسمت على وجوه الناس فرحا وابتهاجا بعيد الأضحى المبارك.
نهنيكم ونهني إخواننا في المملكة العربية السعودية في هذا العيد الطيب المبارك، وتشرفنا أن حنا وصلنا عندكم في الرياض وشفنا صراحة استعدادات طيبة ومباركة بعد عامين تقريبا من العيد في ظل جائحة، ولله الحمد اليوم تكاد أن تكون نسيا منسية، وينعكس هذا على ما نراه في الجوامع ولله الحمد من غفور عدد المصلين وكذلك الحجيج في بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم إتمام الحج وأن يبارك في سعيهم جميعا. عبد الرحمن الموسى، الرياض. واستقبل سمو أمير منطقة الرياض أصحاب السمو والأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض وكبار ضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام وحرس الحدود وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني والمرور وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك. وبدلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الأضحى، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مصلى العيدين في مدينة تبوك. والتقى سمو أمير منطقة تبوك رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك. وبادلهم الأمير فهد بن سلطان التهنئة سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير. وفي المنطقة الشرقية أدى جموع المصلين صلاة العيد في مسجد الملك فهد في محافظة الخبر، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية. وأدى الصلاة مع سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين. واستقبل سمو أمير المنطقة الشرقية المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورفع الأمير سعود بن نايف التهنئة للقيادة الحكيمة بما تحقق من نجاحات خلال حج هذا العام، سائلا الله أن يوفقها لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الحجيج ويعود لأهلهم سالمين. وفي منطقة نجران أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وذلك بمصلى العيد في مدينة نجران. استقبل سمو أمير منطقة نجران الأهالي والمسؤولين المهنئين بعيد الأضحى المبارك، ونوه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بتميز الجهات المعنية في تنظيم أداء فريضة الحج هذا العام، وتطرق إلى ما حققه الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي، معربا عن فخره واعتزازه بمنسوب القوات العسكرية في المنطقة الذين يقفون على حراسة حدودها وصون الأمن، سائلا الله أن يحفظهم ويعينهم وأن يرحم الشهداء منهم ويعجل في شفاء المصابين. وفي القصيم أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد في حي الصفرة في مدينة بريدة، كما أدى الصلاة مع سمو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وفي منطقة الباحة تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. ودشن سمو أمير منطقة الباحة مركز عمليات الأمن العام في شرطة منطقة الباحة، وشهد الأمير الدكتور حسام بن سعود المركز وتجهيزاته لاستقبال البلاغات وآلية التعامل معها، مستمعا إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء سالم القرقاح عن المركز، وهنأ عبر الاتصال اللاسلكي رجال الأمن العاملين في الميدان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي منطقة عصير أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في جامع الملك فيصل في أبها، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عصير. وفي المدينة المنورة أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. وفي منطقة الحدود الشمالية أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مصلى العيد في حي المحمدية في عرعر. واستقبل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، استقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين قدموا التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك. وبادل سمو الأمير فيصل بن خالد الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، منوها بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة. وقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، بزيارة ومعايدة المرضى المنومين في مستشفى برج الشمال الطبي في عرعر، وقدم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات. كما أدى جموع المصلين في منطقة جازان صلاة عيد الأضحى في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان. واستقبل سمو نائب أمير منطقة جازان مديري الجهات الأمنية والخدمية في المنطقة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ووجه الأمير محمد بن عبد العزيز الجميع ببذل قصارى جهدهم للسعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وأداء الأمانة والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها. وفي منطقة الجوف أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة سكاكا. والتقى سمو أمير منطقة الجوف عددا من أهالي المنطقة ورؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وبادلهم الأمير فيصل بن نواف التهنئة بهذه المناسبة السعيدة منوها بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها الحكومة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان. وفي منطقة حائل أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل. واستقبل سمو نائب أمير منطقة حائل جموع المهنئين من المسؤولين والمواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك. وبادلهم سمو الأمير فيصل بن فهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ورفع سموه التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك، منوها بالجهود القائمة خلال حج هذا العام، سائلا الله أن يجعل ما يقومون به لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موازين أعمالهم.
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم رئيس جماعة علماء الإسلام في جمهورية باكستان. أكد معاليه أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، كما أكد حرص الوزارة على تنمية التعاون مع كافة الجمعيات الإسلامية في باكستان لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والكراهية ونشر التسامح. غادر فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان جدة بعد أدائه مناسك الحج، وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة وعدد من المسؤولين. عبر حاج بريطاني 11 دولة أوروبية وعربية سيرا على الأقدام لمدة 10 أشهر، وبدأت رحلة الحاج البريطاني آدم محمد من بريطانيا حتى وصل إلى المشاعر المقدسة. القصة في التقرير التالي للزميل أحمد غالي، نتابع. يرفع كفيه داعيا بعد أن حقق ما يصبو إليه في رحلته الطويلة التي قطعها سيرا على الأقدام لمدة 10 أشهر مرورا بإحدى عشرة دولة من بريطانيا إلى السعودية. الحاج البريطاني آدم محمد وصل إلى المشاعر المقدسة بعد أن تجرحت قدماه من السير طويلا، وأدى ركنه الخامس برفقة عائلته ولسانه يلهج بالذكر والدعاء. أنا بدأت من بريطانيا، دخلت إلى هولندا، ثم دخلت إلى ألمانيا، ثم إلى نمسا، ثم إلى هنغاريا اللي هي مجر، ثم إلى صربيا، ثم إلى بلغاريا، ثم إلى تركيا، ثم إلى لبنان، ثم إلى أردن، ثم إلى السعودية. لم يتوقع أن يرى بعينه مشهد الحجاج على جبل الرحمة، لحظة انتظرها سنوات طويلة، إذ يبلغ عمره الآن 53 عاما ولم يسبق له أن أدى فريضة الحج. أشعر أني بالجنة، بعد أكو أحلى من هيك؟ راحة نفسية. الدنيا ما إلى قيمة، بقيت هذا عندي، يجون عائلتي يحجون معي، هذا ما كان متوقع عندي، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لي الطيبين في السعودية وتحقق الأمانية. لحظة إيمانية اختلطت بها مشاعر الأسرة البريطانية من أصول كردية، رفعوا أكفهم إلى السماء داعين رب العباد أن يحقق ما في نفوسهم. من المشاعر المقدسة أحمد غالي، مكة المكرمة. رسمية أبو سالم عاملة من الجنسية السريلانكية تعمل على تنظيف كافة أروقة المسجد الحرام وتنظيف الممرات وخدمة ضيوف الرحمن. رسمية هذه قضت أكثر من 23 عاما عاملة في المسجد الحرام. المزيد من قصتها في سياق التقرير التالي، نتابع. أسرة بكافة أفرادها قدمت مختلف الخدمات لحجاج بيت الله في أرجاء الحرم المكي لتجسد مفهومها المهني جسد واحد. فكانت رسمية وابنة خالتها فاطمة نموذجا للعطاء بإخلاص. من الأشياء الملفتة والجميلة التي نشاهدها يوميا في بيت الله الحرام عاملات يقمن بخدمة بيت الله الحرام بكل روح مرحة ونفس راضية. ومن الأمثلة الرائعة اللي نشاهدها يوميا وجود مراقبة لها أكثر من 23 سنة تقوم بخدمة بيت الله الحرام، وهي تعتبر بمثابة أم لجميع عاملات بيت الله الحرام. باتت رسمية تؤدي دور الأم مع كافة العاملات، فتوجه وترشد وتعمل ناصحة لمن حولها، حتى أصبح الحرم المكي منزلاً لها قبل أن يكون مقراً للعمل. أنا اسمي رسمية أبو سالي، أنا إجي حرم من 23 سنة خدمة بيت الله، والحمد لله ربي جابني أنا هنا.
أنا قبل كده هرم قديم ما كان كده، لأن أشياء كثير تغير، وكان في هرم مو زي شغل الأول. الحين الحمد لله شغل كويس ونظافة هرم بيت الله. وأنا فاطمة سنيكا، أنا يجي هنا شغل 3 سنة الحمد لله، على بيت شغل مرة كويس الحمد لله. هذا أنا قالت مرة كويس وماما رسمية مرة كويس، هذا شغل مرة مية مية. على مر السنين عمل مع رسمية أكثر من فرد من أفراد أسرتها، وشهدت تطورات الحرم المكي منذ بدء مسيرتها التي استمرت أكثر من 20 عاما. فدوى مطبقاني، مكة المكرمة. وفي أخبار الطقس وأحواله، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وادي الدواسر ومنطقة نجران، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على مناطق جازان عسير قد تمتد إلى الباحة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة. والآن ننتقل بحضراتكم إلى المحلل في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل، الذي ينقل لنا من غرفة مراقبة الحالة الجوية في مشعر منى توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المشاعر المقدسة. فإلى الأستاذ عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه النشرة الجوية الخاصة أقدمها لكم مشعر منى من غرفة متابعة الأحوال الجوية بالمركز الوطني للأرصاد. بإذن الله تعالى تستمر الأجواء مستقرة خلال هذا اليوم على المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى. هذا اليوم درجات الحرارة العظمى رصدناها بدرجة 40 درجة مئوية، ونتوقع بإذن الله تعالى درجات الحرارة الصغرى فجر الغد تتراوح ما بين 29 حتى 30 درجة مئوية. وتظهر بعض التشكيلات من السحب يوم الغد بإذن الله تعالى على المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، تصل درجات الحرارة كذلك الحال العظمى إلى 40 درجة مئوية ظهيرة يوم الغد في مشعر منى، كذلك الحال في مكة المكرمة كمدينة. ومن المتوقع ابتداء من يوم الاثنين قد تظهر تشكيلات من السحب يتخللها الركام الرعدي على شرق منطقة مكة المكرمة في جبال الطائف، وقد يصاحبها رياح هابطة من سحب ركامية رعدية قد تثير معها بعض الأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. هذا وتتأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي وهطول متوسط إلى غزير الأمطار إن شاء الله تعالى على الأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة الشرقية على صحراء الربع الخالي، نتوقع عليها هطول متوسط إلى غزير الأمطار ابتداء من هذا اليوم الأحد حتى يوم الخميس القادم. وتتأثر كذلك الحالة المناطق الجنوبية من منطقة الرياض في وادي الدواسر ليلة الأفلاج بهطول متوسط إلى غزير أحيانا الأمطار، كذلك الحال تتأثر منطقة نجران محافظة شرورة ووادي الدواسر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية بهطول متوسط إلى غزير الأمطار أحيانا. تزداد كثافة هطول الأمطار إن شاء الله تعالى على مرتفعات جازان الشرقية، مرتفعات منطقة عسير، مرتفعات منطقة الباحة، وكذلك الحال مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف ابتداء من هذا اليوم الأحد حتى يوم الخميس القادم، حيث نتوقع إن شاء الله استمرار هطول الأمطار قد تكون غزيرة يصاحبها جريان للسيول، لذلك نلفت الانتباه. ونأمل المشاهدين الكرام متابعة الإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، هذا والله تعالى أعلم. نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت، بقي تذكيركم بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة. وسط أجواء إيمانية ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بكل يسر وسهولة. وحجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات. وكان فيها أيضا أمراء المناطق يرفعون التهنئة للقيادة ويستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
الشكر والثناء الجزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك في أمان الله.